والمعلومه القانونيه لحصه اليوم مستمعينا غادي نتكلموا على الماده 65 واللي هي كتكلم على الشهاده الطبيه اللي كتكون في ديك عقد الزواج. حنا كنا كنديروها ولكن ما عرفتش ديك الشهاده الطبيه اشنو فيها وكيفاش كتتم انها كتخاد الانجاز ديالها. تمام. هو من ضمن الوثائق اللي خاصها يعني ملي يبغي يتزوج الانسان كيمشي ياخذ الاذن من عند قاضي الزواج. نعم. اللي كيعطيه الاذن، ولكن قبل ما يعطيه الاذن كيكون واحد الملف من ضمن الوثائق الموجوده في هذا الملف الشهاده الطبيه للخطيبين معا. هذه الشهاده الطبيه الان كنشوفوها شكليه فقط، يعني كيجي شهاده من اي طبيب كيف ما كان، طبيب عام او طبيب خاص، كيجيب واحد الشهاده اللي ما فيهاش شي معطيات اللي هي سميتو. ولكن كان ملي صدرت المدونه وشرط لهذه الشهاده الطبيه كانت تناقش هاد الشهادة الطبية كيفاش غادي تكون. وكان الحل هو أنها المشرع سند لوزارة العدل وزارة الصحة بأنهم يديروا واحد القرار مشترك بينهما تنظيمي حول هذه الشهادة، يعني كيفاش تكون وممن تصدر. لكن لحد مع الأسف لحد الآن ما صدرش، دابا 20 عام ديال صدور المدونة، ولكن هذا القرار التنظيمي اللي كينظم هذه الشهادة ما كاينش. اللي كاين الآن هو شهادة شكلية توضع في الملف وصافي. ثبت أنه حالات وجد فيها أمراض معدية بحال السيدة بحال المرض الزهري وانتقل إلى الطرف الآخر بدون أن يدري، فهنا خصنا نحضوا. كاين حالات اخرى وهو الزواج ديال الاقارب. كاين بعض الاوراق الامراض موروثه تنتقل، خصنا نعرفوها. اذا الحل اللي كنقترحوا حنا في افق تعديل المدونه هو انه خص تكون واحد الفحوص واحد التحاليل مخبريه على الطرفين معا باش يعرفوا شنو كاين. والقاضي ما غادي يمنعش الزواج الا بغاو يتزوجوا رغم وجود هاد الامراض، ما غاديش يمنحهم، ما عندوش الحق باش يمنحهم لان الزوج حق من حق الانسان، ولكن غادي يخليهم ياخذوا الاحتياطات اللازمه. تمام. اما يعملوا العلاج اما ما يولدوش، وكاين يعني يكونوا على علم. ماشي لان عندنا حالات مؤخرا الزوجات زوجات وتعادت بالسيده لانه هو فيه مرض السيده، ما عرفش واش عارفه وما عرفوش وما قالهاش ليها ولا هو نفسه ما كانش عارف، فباش نحدوا من هذا. وكذلك الاعاقه، لان في زواج الاقارب راه كاين بعض الامراض كتورث وكتجيب الاعاقه في الاطفال، راه العدد ديال الاعاقات ولات كثيره في المجتمع غدا وكترتفع، ومن الاسباب ديالها هو زواج الاقارب والامراض الموروثه. وكل شيء قابل للعلاج، يمكن يعني نعالجه. كنظن هذه المعلومه القانونيه، واللي كنتمنى ان المقبلين على الزواج يمشيوا حفاظا على راسهم يديروا تحاليل ويديروا فحوص اللي هي مخبريه اللي كتخلي ان الاخر ما فيش شي مرض معدي. مثلا الامراض اللي كتشافوا عاديه راه احنا في حقيقه كنا مرض. تماما، يعني الانسان ضروري غادي تكون اللي ما يمرش كيمرض غير بالرواح والزو كامل، ولكن الامراض المعديه الخطيره خصنا ننتبهوا لها باش ما نتجوش واحد المجتمع والاطفال اللي هما دايرين ومن نعاديش الطرف الاخر. شكرا لك استاذه زهور الحور، كانت هذه المعلومه القانونيه على اصوات.